الله أكبر. 12/9/2013، قصف مدفعي عنيف على بلدة الشيخ سعد. الله أكبر. بعد دخول أبطاء لواء شهداء اليرموك لتحرير هذه البلدة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. قصف مدفعي عنيف على بلدة الشيخ سعد. الله أكبر. أبطال لواء شهداء اليرموك يقومون الآن بتحرير بلدة الشيخ سعد، وقوات النظام تقوم بقصف هذه البلدة.